خلال لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بعدد من ضباط القوات المسلحة لمملكة البحرين وعدد من إخوانهم من القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا اليوم أعرب جلالته بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يصادف اليوم الخامس والعشرين من هذا الشهر عن خالص تهانيه لاشقائه اصحاب الجلاله والسمو قاده دول مجلس التعاون وللقوات المسلحه وجميع مواطني المجلس بهذه الذكرى المجيده متطلعا ايده الله للمزيد من الانجازات لاوطاننا وشعوبنا الشقيقه